اجيو تسمعوها مشاهجه الكرام وحسيده اجدارت. غادي تدخل تخدم في القصر الملكي اللي كاين في مراكش وغادي تخدم فان دو ميناج، ومن بعد غادي تشفر من الجناح الملكي 36 مكانه تاع الذهب، 36 ساعه تاع جلاله الملك، 36 ساعه فاخره وتاع الذهب. ما تزكرو والو من هذا الفيديو، تفرجوا فيه من دابا حتى الاخر باش نعرفوا كيفاش هاد السيده قدرات تشفر 36 مكانه، ماشي وحده ماشي جوج، وباش نعرفوا في الاخر كيفاش البوليس قدروا يشدوا هاد المجرم. صراكم اصدقاء كدين بخير، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. كدين مع الصداد اليوم نشوف لكم قصه استثنائيه. كنتمنى الاصدقاء دعموا هاد القصه بلايك وبارطاج، واهم حاجه كيف العاده هي للاجرام. كنتمنى الاصدقاء تكتبوا لنا الاجرام وتكثروا منا، واللي باقي ما اشترك يشترك باش يوصلوك هاد الفيديوهات. ويلا نبداو هاد القضيه. خبر اتى على صحيفة التايمز البريطانية، الخبر نشرته الصحيفة في تقرير تقول عصابة أمام المحكمة بتهمة اختلاس مجوهرات وساعات من ملك المغرب. القضية تاع اليوم غتبدا مع واحد السيدة سميتها فاطمة. هاد السيدة هادي كبرت وتزات في مدينة الرباط. هاد السيدة هادي تزات في واحد العائلة فقيرة بزاف، غدير 17-18 عام، غتخرج تخدم في الديورو في فيلات، كتخدم من الدار لدار، الدار كتدخل كتسيقها كتطيب فيها، الدار الأخرى تاهي كدير فيها شي حاجة، المهم الخدمة غادا هكا. وكانت الحالة المادية تاع فاطمة ضعيفة بزاف، حيت كانت خاصها تصرف على راسها وعلى دارهم. غادي تبقى خدامة هكا سنين حتى 2008، فاش غادي يجيها واحد العرض اللي ما عمرها ما تخيلاته. العرض اللي جاها هو تخدم عاملة النظافة في القصر الملكي في مدينة مراكش. فاطمة كانت مستحيل ترفض هذا العرض هذا، حيت كانوا خاصين الفلوس والخدمة اللي جاتها كان بواحد الصالير زوين. مع شهادة العرض هذا في البلاصة وافقات وزاد حوايجها من مدينة الرباط ومشات لمراكش. في 2008 تقريبا شهر 6 كانت فاطمة أول مرة غتدخل القصر الملكي. غتدخل تما غتوقفوا على المسؤولين وغتعجبوها اللبسة تاعها وغتعجبوها التعليمات معاش تدخل ومعاش تخرج. فاطمة غتبدا الخدمة تاعها في القصر الملكي، وفي الأول كان كلشي مقاد. في الأول فاطمة ما كانتش مكلفة بالجناح الملكي، كانت كتسيق شي بلاصة أخرين، ولكن مع الوقت فاطمة غادي تترقى وغتولي هي اللي مكلفة بالجناح الملكي. يعني فاطمة هي اللي غتولي مكلفة بنظافة الغرفة الملكية، غتولي كتدخل الجناح الملكي وكتسيق تماك وكتمسح الأكسسوارات والمكانات والبراسيات تاع جلالة الملك. كانت فاطمة كل صباح كتدخل لذاك الجناح وكتسيقو وكتهز دوك المكانات ودوك البراسيات الباهظة الثمن، كتهزهم كتشوف فيهم وكتمسحهم وكترجعهم بلاصتها وكتسيق تماك كاملو وكتخرج فحالها. تقريبا لمدة 5 سنين وهي فاطمة خدامة هكا، ما كاين حتى شي مشكل، كلشي هو هذاك. حتى 2013، في 2013 باش كانت فاطمة كتدخل وتمسح جناح الملكي، كان مرة كيزورها الشيطان ويقول لها هزي شي مكانة ولا جوج مخروهم وسيري بيعهم، راه حتى شي واحد ما غادي يعيق بك. ودازو الأيام وهي كل نهار كتدخل وكتمسح الجناح وكتهز دوك المكانات الغاليين وكتشوفهم وكتحطهم بلاصتهم. حتى لواحد النهار كيف العادة فاطمة كتدخل عادي للجناح الملكي غتسيق، غادي تمشي تمسح المكانات تمسح البراسليات، فاش غادي تسالي غادي تمشي جهة المكانات غادي تهز واحد جوج المكانات ملكية تاع الذهب وغتخبيهم. والمكانات الجوج اللي هزات الثمن تاعهم اكثر من 100 مليون. هزات المكانات الجوج وخرجت من القصر بحال ما كاين والو وما وقع حتى شي حاجه. داك النهار بالضبط فاش فاطمه شفرات دوك الساعات غادي تطلع لمدينة سلا، منها تبعد على مراكش ومنها تجيب شي ذهيبي تبيع عليه دوك المكانات. فاطمه غتوصل لمدينة سلا وغتبدا كدور على الذهيبيه تماك، وغادي تدخل عند اول ذهيبي. اول ذهيبي دخلت عنده محطه تاع دوك المكانات، ذهيبي دخلها وعرف بلي دوك المكانات غاليين بزاف. اول حاجه قال لها مانيش بشي هاد المكانات هادو، شكون اللي عطاهم ليك؟ فاطمه غتقول لهاد الذهيبي بلي واحد الخليجي كانت مصاحبه معاه هو اللي جاب لي هاد المكانات كادو. الذهيبي ما غاديش يتيقها حيت عرف بلي المكانات غاليين بزاف، وغادي يقول لها ضروري اعطيني الوراق تاع هاد المكانات اللي بدي نشريهم من عندك. بدات كتحاول تقنعو تقول له بلي الوراق راه توضروا ليا وانا الساعات جاوني هي كادو، ولكن هاد الذهيبي الاول والو ما بغاش يشريهم من عندها. قال لهم انا ما يمكنش نشري مكانات غاليين بلا اوراق. غادي تمشي عند الذهبي الثاني والثالث والرابع، وغادي تدور على كاع دوك الذهبي اللي تماك، وحتى شي واحد ما غادي يقدر يشري مع دوك المكانات. واللي دخلت عنده ورات دوك المكانات كيتخلع وتيعرف بلي القضيه شي حاجه خايبه، تيعرف بلي دوك المكانات غاليين بزاف وغادي يكونوا تاع شي واحد لاباس عليه. من بعد فاطمه فجرت على بزاف تاع الذهبي وعرفت بلي حتى شي ذهبي ما غايشري مع دوك المكانات. مشات واحد القهوه ريحات وتفكر بلي كتعرف واحد السيد كيبيع الذهب في مدينه سلا. هاد السيد كان شويه كيجي من العائله، فاطمه غتمشي عنده وغادا كدوي معاه. وحتى هاد السيد فاطمه غتكذب عليه وغتقول ليه بلي هاد جوج المكانات صيفطهم ليا واحد الخليجي. داك السيد قبض دوك المكانات وجا فيهم وقال لها شوفي هاد المكانات راه غاليين بزاف، وقال ليها شوفي راه ما تلقايش شي ذهبي غيقدر يشري من عندك هاد المكانات هادو حيت الثمن تاعهم غالي بزاف. داك الذهبي غتقول لفاطمه شوفي انا نعطيك واحد النصيحه غادي تجريها، داك المكانات ما غيتبيعوش هكاك، غتقبضيهم وغتذوبيهم، غتذوبي دوك المكانات وغتبيعيهم قطع تاع الذهب، وهكا غتستافدي من الذهب اللي فيهم. داك الشيء اللي غادي دير فاطمه غتقبض دوك جوج مكانات وغتذوبهم، غتذوب هي الذهب اللي فيهم وكاع دوك الاكسسوارات تاع المكانه غترميهم. فاش غادي تذوب فاطمه هاد جوج المكانات الذهب اللي عطاها غتبيعو ب 5 المليون. فاطمه غترجع لمراكش وهازه معاها 5 المليون وغتكون مخلوعه بزاف لا شي واحد يكون عاقبها.
رجعت للخدمه تاعك في العاده وقد مخلوعه بزاف، مخلوعه على شي واحد يعيق باللي ناقصين جوج المكانات. داز السيمانه الاولى، الشهر الاول، الشهر الثاني، وفاطمه خدامه، وحتى شي واحد ما قدر يعيق بها. حتى شي واحد من الناس مكلفين وخدامين في القصر ما قدروا يعوقوا باللي ناقصين جوج المكانات. بقات فاطمه خدامه العام الاول، العام الثاني، وغادا ديك الخلعه وكتنقص. في 2016 يعني من بعد عامين فاش وقع هادشي، فاطمه غتعرف على واحد السيد حتى هو خدام في القصر الملكي. هاد السيد هذا كان سميتو العربي، كان تريسيان وكيصيب الضو والكليماتيزورات في القصر. فاطمه تعرف على هاد العربي هذا، ونهار مورا نهار العلاقه تاعهم غتطور. فاطمه والعربي غتطور العلاقه تاعهم، وغادي يبداو كيخرجوا وكيدوروا. واخا العلاقه ما بين فاطمه والعربي تطورات، ما قدرتش تقول لصاحبها العربي باللي فايت فراس جوج المكانات تاع الذهب. واخا كانت كتعاود ليه كاع الاسرار تاوعه، ولكن ما قدرتش تقول ليه هاد السر. وفهاد الوقيته بالضبط فاش فاطمه كتمسحبه مع العربي وكتخرج معاه، كترجع ليها الفكره باش تعاود تشفر المكانات عاوتاني. رجعت ليها الفكره باش تعاود تشفر المكانات، حيت كتشوف بلي داز دابا عامين باش تشفر دوك جوج المكانات، وحتى واحد ما قدر يعيق بها. وفاطمه قالت مع راسها واخا شفرت 30 40 مكانه، ما كاين حتى شي واحد اللي يعيق بيا، حيت المكانات كاينين بزاف وحتى شي واحد ما كيحسبهم كيشوفهم. فاطمه هنا عاوتاني باش غتعاود تزعم وغتدخل الجناح الملكي، وهذا المره ما غتشفرش جوج المكانات، غتشفر خمسه، غتشفرهم وغتجيهم ديريكت لصاحبها العربي. العربي مع شافت المكانات فرح، قال لهم منين جاوك هاد المكانات؟ الثمن تاعهم راه ماشي غالي، شي حاجه راه ما يمكنش اللي بعتيهم هكا. هنا باش العربي غادي يسولها وغادي يقول لها منين جاوك هاد المكانات، فاطمه غتقول ليه بلي واحد الخارجي، امير خارجي صيفطهم ليا. فاطمه باش شافت بلي العربي ما خايف ما والو، فرحان وبغى يبيع دوك المكانات ومحمس، وتقول ليه شوف انا دابا غادي نعاود لك كل شيء، انا نعاود لك الحقيقه. قالت ليه بلي هاد خمسه المكانات راه شفرتهم من القصر الملكي. العربي واخا سمع هادشي ما تخلع ما والو، قال لي انا معاك في الخطه. فاطمه قالت ليه شوف غطلع السلاح، كنعرف واحد الدايبي تماك غتجي لي هاد الذهب هذا وغيدوبهم ليك، ومن بعد فاش غادي تذوبهم غادي بيع داك الذهب، وداكشي اللي غادي يوقع العربي غادي يطلع بشي تسلا وغادي يذوب دوك خمسه المكانات، غادي يذوبهم وغادي يعطيو الذهب، والقيمه تاع الذهب اللي غادي يعطيوه دايره تقريبا 12 مليون. بعد داك الذهب ورجع مجيت مراكش وجاب لفاطمه الفلوس، وفاطمه غتجبد مليون ونص من ديك 12 مليون وغتعطيها ليه. من بعد فاطمه والعربي فاش داروا هاد العمليات غادي يوقفوا واحد المده باش يشوفوا واش شي واحد عاق بهم، واش شي حاجه غريبه واقعه في القصر. فاطمه كتدخل بزاف البلاصه فين شفرات دوك المكانات، وكتشوف واش شي واحد كيحسب المكانات، واش شي واحد حسب شي حاجه ماشي هي هذيك، ولكن غتعرف باللي حتى شي واحد ما عاق بهم. والمره الثانيه وهي فاطمه كتشفر المكانات، وحتى واحد ما قدر يعيق بها. وهنا باش فاطمه باش عرفت باللي حتى شي واحد ما عاق بها، هنا باش ما بقاش غتحبس، غتعطيها ساعه مورا ساعه. غتولي فاطمه كل شهر كتشفر جوج المكانات، كل شهر كتشفر جوج المكانات، كتعطيهم للعربي، العربي كيطلع كيدوبهم كيبيعهم ذهب، كيجيب معاه 5 المليون، كتقبض هي 4 المليون وكتعطي للعربي مليون. فاش غادي يبداو خدامين الجوج هكا غادي يوليو كيدخلوا في علاقه غير شرعيه، غادي يوليو كيريو واحد البارتمون وكيريحوا ويشربوا ويفسدوا. ومن دوك الفلوس تاع دوك المكانات فاطمه غتشري جوج تاع البارتمون وجوج طوموبيلات. وبدات فاطمه والعربي عاطين على السهرات والدوران وكيخسروا في الفلوس. وقت ما فاطمه تقاداو لها الفلوس وقفت عليهم، كتدخل كتشفر جوج المكانات وكتمشي كتبيعهم. ومع ولات فاطمه كتبيع بزاف تاع المكانات، يعني كتبيع بزاف تاع الذهب، ما بقاش كتعامل مع ذهبي واحد، ولا كتعامل مع بزاف تاع الذهبيه. هاد الكميه تاع الذهب اللي كتبيع كثيره بزاف. وفاطمه والعربي كيقولوا مع راسهم ما عمرش واحد ما غادي يقدر يعيق بهم. فاطمه والعربي كل نهار كيدخلوا للخدمه تاعهم عادي، كيدخلوا كيخدموا ما خايفين ما والو، وفي راسهم كيقولوا بلي حتى شي واحد ما غادي يعيق بهم. غادي يمشيو حتى ل 2019، الصيف تاع 2019، فاطمه غتدخل واحد النهار للغرفه الملكيه وغتشفر تعداد المكانات. غتعطي دوك المكانات كيف العاده للعربي، العربي غيطلع يمشي يتسلى، غادي يحاول يدوب المكانات باش يبيعهم. العربي غادي يطلع عاوتاني يمشي يتسلى، وهنا فاش غادي يتلاقى مع واحد الدايبي غايشوف دوك المكانات وقول ليه واش انت حماق، هاد المكانات ما خاصكش تذوبهم، هاد المكانات راه غيتبعوا غاليين. قال ليه شوف هاد المكانات ما تذوبهمش، هاد المكانات تبيعهم هكا وراه غادي تقدر تبيعهم ب 16 مليون الوحده. العربي ديك الساعه غيدور لفاطمه وغيقول لها شوفي راه لقيت لك واحد السيد غيجيب عندك مكانه وحده ب 18 مليون. فاطمه خدعت عليه وبدات كتفكر، كتقول دابا انا السيد هادي وانا كنشفر المكانات عمرش واحد ما عاق بيا. قالت انا نزعم ونبيع مكانه وحده ما ندوبهاش، نبيعها ب 18 مليون. وداكشي اللي وقع، فاطمه غتعاود تدور العربي وغتقول ليه شوف بيع مكانه وحده ب 18 مليون دوك جوج الاخرين ذوبهم. هاد الذهبي هذا علاش عندهم دوك المكانه؟ حيت موالف كيمشي لتركيا وكيبيع دوك المكانات تماك. وداكشي اللي غادي يوقع فاش كانوا عندهم هاد المكانه 18 مليون، داك الذهبي غيطلع لتركيا وغيبيع هاد المكانه لواحد الكويتي. داك الكويتي غادي يشري ديك المكانه ب 36 مليون، وفاش شراها بدا كيصورها وكيلوحها في مواقع التواصل الاجتماعي. كيصور بزاف تاع التصاور وكيلوحهم في الجروب، والناس كيشوفوا دوك التصاور وكيكومونتيو. دوك التصاور غينتشر دغيا في الفيسبوك وغادي يوصلوا المخابرات المغربيه. هاد التصاور هادو دغيا غادي يوصلوا للمخابرات المغربيه. المخابرات المغربيه مع غيشوفوا دوك التصاور تاع ديك المكانه غادي يعرفوا بلي ديك المكانه تاع جلاله الملك محمد السادس، حيت المكانات تاع جلاله الملك تكونوا معروفين وما تكونوا عند حتى شي واحد اخر.
فاش تصورت عتيك لما قالت نشرات في مواقع التواصل الاجتماعي ديك التصويره غتوصل للمخابرات المغربيه والامن المغربي. وهنا فاش غادي تطرحوا بزاف تاع الاسئله وغادي يقولوا هاد الساعه هادي منين جات وتامن، حيت الساعات تاع جلاله الملك محمد السادس معروفين وما كاينين حتى شي واحد اخر. وفي متقرير المخابرات يعرفوا بلي ديك المقاله اللي مصوره في مواقع التواصل الاجتماعي تاع جلاله الملك، جلالة الملك محمد السادس غير تصل هذه القضيه هذه وغادي يعطي الامر تاعو باش ديك الساعه يبداو البحث ويشوفوا ديك المكانه تامن. البحث ديك الساعه غيبدا في هذه القضيه هذه والبحث كان سري، المحققين غادي يمشيو للقصر الملكي وغادي يبداو التحقيق تماك، غادي يدخلوا الغرفه الملكيه وغادي يحسبوا المكانات وغادي يعرفوا باللي 36 مكانه ناقصه. في الاول بداو البوليس كيقلبوا في كاع الجناح الملكي اللي تكون شي حاجه اخرى ناقصه، قلبوه مزيان وعرفوا باللي غير المكانات هما اللي ناقصين. وهنا البوليس والمحققين غادي يجي لواحد التساؤل، واش كون هو هذا اللي عنده هذه الجراه يصفر 36 مكانة تاع جلالة الملك؟ هنا باش البوليس غادي يبداو التحقيق تاعهم وغادي يعيطوا على كاع الناس اللي كيدخلوا لذاك الجناح، اي واحد كيدخل الجناح كما كان غادي يبداو كيحقوا معاه، غادي يبداو البوليس كيدخلوا واحد بواحد وكيحقوا معاه. فاش غادي يوصلوا لفاطمة غادي يبداو كيحقوا معاه وغادي يعرفوا بلي دايره شي حاجة. فاطمة كانت مخلوعه وبان فيها بلي دايره شي حاجة والبوليس غادي يزيروا معاه وديك الساعة غتعترف وما غتعطلهمش. فاطمة غتعاود لهم القصة من الاول حتى الاخر، واي ذهبي مشات عنده ولا اي واحد دخل في هذا الشيء هذا غتجبدو. فاطمة غتجر معاها 24 واحد منهم العربي وكاع دوك الذهبيه اللي كانت كتعامل معاهم. ديك الساعه البوليس غادي ينتشروا في فاس والدار البيضاء وسلا، واي مول ذهبي يتعامل مع فاطمه غادي يقبدوه، غادي يقبدوه واحد بواحد وكل واحد غادي يحقوا معاه. المحكمه غتحكم على فاطمه والعربي كل واحد فيهم 15 عام الحبس، وكاع دوك الذهبيه وكاع دوك الناس يتعاملوا مع فاطمه في هذه القضيه هذه غادي يحكموا عليهم ما بين 4 سنين و 12 عام، كل واحد فيهم غادي ياخذ العقوبه تاعو. من بعد موت تقريرا فاش شدوا هاد الذهبيه هادو غادي يخرجوا العائلات تاعهم غادي يبداو يجروا مظاهرات وغادي يقولوا بلي دوك الذهبيه ما عندهم حتى شي علاقه بداك الشيء، بلي ما كانوش عارفين بلي داك الذهب مشفور. ولكن الحاجه اللي كنعرفوها كامله هي القانون ما كيحميش المغفلين. اصدقاء اجيني هي تاع القصه، بيت اي واحد وصل حتى لهنا يكتب لها الاجرام وخليوا لي الراي تاعكم في هذه القصه هذه. وتحيه شريفي.